ايه الاخبار جماعة؟ البنت دي جابت لنا اجمد واسهل طريقة نعمل بيها الكيكة والشوكولاتة بثلاث مكونات سهلين جدا. بس جماعة عملت كيكة مرعبة بموزة وبيضة وشوية كاكاو خام. انا مش مصدق النتيجة اللي هي طلعتها دي، وهجربها 100% دلوقتي علشان اشوف فعلا هل الطريقة دي حقيقية ولا بتشتغلنا، عشان لو الطريقة دي حقيقية هاكل الكيكه دي 24 ساعه. ماشي، اول حاجه جابت بوله، بعد كده جابت صباع موز، بعد كده بقى ابتدي اهرسها كده كويس جدا لغايه ما تبقى يعني موزه مهروسه جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بعد كده اجيب بيضه واحده بس، هي موزه وبيضه واحده اهي، وابتدي اقلبهم مع بعض زي ما انتم شايفين. ده القوام بتاعها اهو، احط عليها نص كوبايه كاكاو خام ونبتدي نقلبها بقى زي ما انتم شايفين كده. ده شكلها وده قوامها بالظبط. هنجيب اي شوكولاته خام. انا يا جماعه مش لاقي منتجات شوكولاته خام طعمها حلو، وطبعا معظمهم كلهم مقطعين، فنادرا لما بقيت الاقي شوكولاته حلوه خام ومش مقطعه. ايه بقى، اكسرها كده. قطعت دول زي ما انتم شايفين، ابتدي ان انا انزلهم على العجينه دي. طبعا هو الخطوه دي اختياري مش اجباري، لو ما عندكوش شوكولاته خام مش لازم. بنبتدي بقى نقلب كده المكونات دي مع بعضها. بصوا يا جماعه الخليط بقى شكله جامد قوي. على فكره الكيكه دي لو نجحت اقسم بالله هيبقى طعمها حلو جدا. دلوقتي بقى نجيب اي طاجن او اي حاجه ندخلها الفرن، ممكن نستخدم دي وممكن نستخدم الطاجن الحراري، وانا بفكر اعملها احسن في الطاجن الحراري. عندي الطاجن ده فهجرب ان انا اعملها فيه. هجيب ورق زبده كده عشان ما يلزقش فيها. لا يا جماعه انا غيرت رايي، اعملها في البتاع دي بالمنظر ده. ممكن نرش فيها شويه زيت عشان ما تلزقش فيها الكيكه، وبعد كده انزل الخليط ده جواها. بصراحه عايز اكسر عليها كده شويه شوكولاته صغيرين قوي، وزي ما انتم شايفين ده شكلها النهائي. طبعا دلوقتي هدخلها الفرن على درجه حراره عاليه، ولكن مش هفتح الفرن عليها ابدا غير لما تكمل ثلث ساعه علشان ما تهبطش لو كانت نفشت. يعني جماعه شكلها مرعب. بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي، بصوا شكلها عامل ازاي. خليني اعترف لكم ان دي شكلها اجمل شكل كيكه انا عملتها في حياتي، واسرع كيكه واقل امكانيات كيكه انا عملتها في حياتي. بس انا عايز اعرف ليه دايما ورق الزبده بيتحرق مني في البوتاجاز؟ هو مش ده للبوتاجاز يا جماعه؟ اطلعها بقى كده. واو، انا حاسس ان انا عايز احطها في الثلاجه بالظبط 10 دقايق. جماعه شوفوا لي اللوحه الفنيه دي بتقول ايه عشان تبقى باينه اوضح. بس مضطر ادوقها بسرعه ان انا نازل ونقول بسم الله. شايفين انا عايز اخد الحته اللي فيها الشوكليت دي. يا بصوا يا جماعه دبت السكينه فيها. يا لهوي يا جماعه، يا لهوي يا لهوي. بصوا من جوه عامله ازاي. بصوا الشوكولاته اللي سايحه فيها من جوه. بصوا قوامها عامل ازاي. ايه يا جماعه ده؟ الله الله. بصوا تاني يا جماعه، بصوا تاني ارجوكوا، بصوا تاني. هي اصلا قوامها مرعب. بصوا قوامها عامل ازاي. الناس اللي بتقول لي انت ما بيعجبكش حاجه، يا جماعه اللي ما بيعجبنيش مش بنزله. من الاخر دي لو ما عملتهاش انتوا الخسرانين، مش هبذل فيها مجهود. دي لو ما عملتهاش انتوا الخسرانين، اعتبروها هديه ربانيه جات لكم النهارده. فما تنساش تعمل لايك وشير، ومش صاحبك اللي هتجرب معاك الكيكه الجامده السريعه اللي بثلاث مكونات. انا مش مصدق ان هم دول الثلاث مكونات اللي عملتها، وتجربها وتقول لي رايك فيها في كومنت اي خدمه.